المحكمة القضائية المعقبة أحمد سيد المجرد صاحب الحبس مع شروط لمدة سنة واحدة وتقديم مبلغ 5000 جنيه عما قسم جابرين، وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وألزمته بالمصاريف الجنائية. جنيه 24,328,2014 في الآس. حكمت المحكمة القضائية الأولى ببراءة عزة عبد الرازق موسى إبراهيم مما أرشد إليه، ثانيا غيابية معاقبة عزيز عزة عبد الرازق موسى إبراهيم بالسجن المؤبد عما أرشد إليه ومصادرة الأسلحة والذخائر المربوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية. جناية 24,977 سنة 2014 قسم أول المنصور. حكمت المحكمة حضورية ببراءة أحمد رمضان صالح رمضان من التهمة المسندة إليه. جناية 13,155 سنة 2014 من الناصر. حكمت المحكمة حضورية ببراءة كل من محمد أحمد محمد طاهر، محمود أحمد عبد اللطيف عبد المجيد، عمرو أحمد عبد اللطيف عبد المجيد، أحمد عبد اللطيف عبد المجيد، محمد بن طوالي بن طوالي عيسى من التهمة المسندة إليهم ومصادرة السلاح النادي المنقوب 56,091 سنة 2013 قسم أول المنصور. قررت المحكمة بإجماع الآراء وإرسال أوراق الدعوة لقضية المحكمة الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في المنصوص للمتهمين عامر موسى عبد الحميد، محمد أحمد طاهر غير فرد، أحمد محمد عبدو علي دوين، الشحات عبد المنعم الحكداوي، وحددت جلسة 18/5/2015 لنشر الحكم على استمرار حبس المتهمين. الجناية 14,950 سنة 2013 قسم أول المنصور. بعد الاطلاع على مدى 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع الآراء إرسال أوراق الدعوة لقضية المفتي الجمهورية باستطلاع الرأي الشرعي فيما نصب المتهمين الأول والخامس والسادس والعاشر والسادس عشر الحاضرين، وحددت جلسة 22/6/2015 للنطق بالحكم على استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة. وبعد الجلسة